تو اليوم ان شاء الله راح ناخذ لكتشر 6 بالجنرال اناتومي، راح ناخذ التمبرو مانديبولار جوينت. راح نعطيكم هيد لاينز على التمبرو مانديبولار جوينتس. طبعا التمبرو مانديبولار جوينتس بدايه هو جوينت ذات كونكتس يور ماندبل، يعني اللور جو، يربط لنا اللور جو بمن بالسكال. طبعا انا راح اعطيكم التمبرو مانديبولار جوينت، عندنا ستراكشر يعني تربط لنا التمبرو مانديبولار جوينت بالسكال. فاغلب هاي الستراكشر راح تكون ليجمنتس ومصل، يعني عضلات. فالمصل انتم ما مطالبين بيها، فاي تاشير يخص المصل انتم ما مطالبين بيه، لكن الليجمنت الاربطه انتم مطالبين بيها. فهو جوينت يربط لنا الماندبل تو ذا سكال، وبالتالي طبعا احنا موجودات اون بوث سايدز اوف ذا هيد، اوكي. مكانه دائما يكون in front of the ear، يعني اذا نجيب الفينجر نسوي palpation in front of the ear راح ونحرك الفك الاسفل راح نحس الموفمنت او الجوينتس بهاي المنطقه، اوكي. وبالتالي احنا شو وقت الموفمنت تكون عندنا؟ تكون عندنا لما نكون opening، نفتح الفم ونسوي closing، كذلك من نسوي مثلا protrusion. protrusion معناها نقدم الفك نحو الامام، روتروجين معناها نقدم نرجع الفك نحو الخلف. طبعا البروتروجين نقدر نقدم الفك اكثر مما نقدر نرجعه، احنا من نريد نرجع الفك للخلف راح تكون ليميتد موفمنت، حركه قليله جدا. هذا كله بمن يساعد لنا انيبلينج ذا بيرسون تو سبيك اند ايت. اذا هو بمن يفيدنا؟ يفيدنا بالسبيك ويفيدنا بالاوكلوجين، يعني بالماستيكيشن، يعني يفيدنا خلال عملية شنو؟ عملية الايتينج، اوكي. انه يساعدنا بمن؟ بالجريندينج اوف ذا فودز، اوكي، يعني طحن الطعام. وقلنا بعد بمن؟ بالسبيك. الارتكوليشن بين من؟ يعني انا اذا قلت لك الارتكوليشن هسه احنا قلنا هو تمبرو مانديبولار جوينت يكون بين اللور جو وبين السكال، لكن اذا جينا للارتكوليشن، يعني كلمة ارتكوليشن يعني هذا التعاشق بين من؟ بين الفك الاسفل والبيز اوف ذا سكال او السكال. شلون راح يكون؟ عندنا في الستراكشرز، الستراكشرز فيري امبورتنت اللي هي شنو؟ الارتيكولار تيوبريكلز. طبعا هذا تي ام جي فيري امبورتنت، يعني مرات الطالب يتخرج ما يعرف هاي المعلومات، لذلك فيري امبورتنت از ا دينتست ذيس ليكتشر از فيري امبورتنت تو يو. طبعا وهاي الليكتشر هي مقدمه، يعني هو بكل هواي تفاصيل، لكن انا اختاريت لكم التفاصيل اللي هي تعتبر برنسبلز، اوكي، المبادئ، تمام. فنحاول قدر الامكان ان هاي المحاضره نعطيها اولويه. طبعا الارتيكولار تيوبريكلز كنا نعرف هاي الارتيكولار تيوبريكل، هذا الزيجوماتيك ارش، اوكي، والانتير بورشن اوف ذا وات اوف ذا مانديبولار فوسا اللي هي شو نسميها كلينويد فوسا ايضا اوف تومبرال بون. طبعا هذا هو الـ anterior part of the articular او of the mandibular fossa، سوري. وهذا عندنا منو؟ عندنا الارتيكولار tubercles. هذني وين؟ then يكونن superiorly، يعني above، من فوق. اما below فراح يكون عندنا منو؟ الكوندايلر بروسس، اوكي. كوندايل راح تكون below اللي هي تابع للماندبل. طبعا هذه السيرفيسز، يعني هاي تو بارتس اوف ذا بون، راح تكون كفر باي وات؟ باي ذا فايبرو كارتليج. مو بس كارتليج، فايبرو كارتليج. طبعا يعني هذا الجوينت، احنا عندنا جوينتس وين صايره؟ عندنا جوينتس باللور ارم، بالارم، وبمن؟ بالهاندز. وعندنا وين بعد جوينتس؟ بالثاي، اوكي، وعندنا بالهيبس، ذني وين؟ ذني جوينتس بالجسم، تمام. لكن شنو اللي يفرق التمبرو مانديبولار جوينتس عن الجوينات الاخرى؟ اللي يفرقه كالاتي، دائما نحفظها النقطة امبورتنت، اوكي؟ انه اني من يتحرك عند الليفت سايد يتحرك عند الرايت سايد. يعني اني اذا احرك كل الجوينات بالجسم تتحرك وحدها، لكن الوحيدة ذني الجوينين الليفت والرايت يتحركن سوا، ما اقدر احرك الليفت وحده والرايت وحده، لا. لازم يتحرك الليفت يتحرك الرايت، يتحرك الرايت يتحرك الليفت وهكذا. اذا هي شنو؟ هاي بايلاترال، من الجهتين دا يتحرك عندي، تمام؟ زين. اني هنا هاي الصوره اللي اريدكم تفهموا بيها.
انه عندنا الليجمنتس. هسه راح ناخذهم بالديتيلز، لكن مبدئيا كجنرال فيو عندنا هاي الارتيكولار تيوبريكلز، هذا الليجمنتس، هاي الكابسول، هذا الكانلز او الميتاس الاكسترنال اوديتري كانال، هاي البيس اوف ذا بون بين التمبرو بين التي ام جي وبين الاكسترنال اوديتري كانال. شو نسميها؟ نسميها تيمبانيك بليت. بليت اوكي، فالبليت اوف بون تفصل للتي ام جي عن الاكسترنال اوديتري ميتاس. زين، هذه منو الماستويد بروسيس، ستيلويد بروسيس. وهنا عندنا هذا الريمس وهاي الانجل، سوري هذا الريمس هاي الانجل. هنا عندنا الليجمنت شو نسميه؟ نسميه ستيلو مانديبولار ليجمنت. ليش؟ لان جاي من الستيلويد بروسيس. وين صاير بي انسيرشن؟ صاير بي انسيرشن بالبوستيريور بوردر اوف ذا ريمس، فسمينا ستيلو مانديبولار ليجمنت. هذا الليجمنت الثاني شو نسميه؟ نسميه تامبرو مانديبولار، من التومبرال بون للمانديبل، تامبرو مانديبولار ليجمنت. اذا كم ليجمنت هنا عندنا هسه مبدئيا؟ عندنا 2. هذا باللاترال سيرفيس. طبعا اللاترال سيرفيس هنا اللي دا اشوفه فقط هو منو؟ التامبرو مانديبولار ليجمنت. بالميديان سيرفيس راح تكون الصوره شويه اوضح عندي. هنا عندنا ليجمنت يجيني من اللونجلا المن للكريست او السباين اوف ذا سفينويد. شو نسميه هذا؟ سفينو، هذا سفينويد بون، هذا الماندبل، فسفينو مانديبولار ليجمنت. منين يجي قلنا؟ من السباين اوف ذا سفينويد. وين يصير بي انسيرشن؟ باللنجولا، اون ذا ميديان سايد اوف ذا بون. اللنجولا شنو تعريفها؟ هي عباره عن سمول بوني بروجكشن اون ذا ميديان سايد اوف ذا ماندبل اوكي، وبروفايد اتاتشمنت فور سفينو مانديبولار ليجمنت. هذه تعريفها. زين، هذا الستيلو مانديبولار ليجمنت. فاذا انا قلت لك السفينو مانديبولار ليجمنت موجود على اللاترال سيرفيس اوف ذا ماندبل او الاكسترنال او الاوتر، صح الجواب؟ الجواب لا، السفينو مانديبولار ليجمنت موجود على الميديان سيرفيس اوف ذا ماندبل، على الانترنال سيرفيس اوكي. لكن التامبرو مانديبولار ليجمنت موجود على اليمين، موجود على ال الاوتر او الاكسترنال او اللاترال سيرفيس اوف ذا ماندبل. زين، هنا انا هذا فد يعني فد بيكتشر توضح لي الريال ستراكشر، اناتوميكال ستراكشرز اوكي. طبعا هنا انا يعني كتومبرال فيشيا، تومبرالس مسل اوكي، هذا اللي ما اريدكم يعني مجرد تطلعوا عليها، لان احنا لحد الان ما اعطيناكم المسل اوكي. لكن هذه هي الارتيكولار تيوبريكلز، هاي الكوندايل اوكي، هذه هي الفوسة تمام، هاي سيجمويد نوتش. هنا عندنا هذا الهيد وهذا النيك، هذا هو الريماس تمام. طبعا نشوف هنا عندنا ارتري اللي هو الاكسترنال كاروتيد ارتري، لذلك مرات تجي ضربه عندنا بهاي المنطقه ويصير فراكتشر، ربما يصير عندنا تروما هنا جرح بهذا الارتري، فيري دينجرس اوكي. عندنا هنا نشوف هاي تومبرالس مسل نازله، صاير بيها انسيرشن وين؟ بالكورنويد بروسيس اوف ذا ماندبل. هاي الكورنويد يعني اذا شلنا التومبرالس راح تطلع عندنا الكورنويد بروسيس. طبعا هنا عندنا تندن يغطي هاي المنطقه مال التومبرالس اوكي. هنا عندنا زاجوماتيك ارش انا شلته لان كان مغطى هاي المنطقه، فسوينا له كات حتى تطلع عندنا منو؟ تطلع عندنا التومبرالس، وتطلع عندنا التومبرالس مصل وفيشيا. هنا نلاحظ عندنا الانجل اوف ذا ماندبل، هنا عندنا مصل اوكي. طبعا هاي الماستويد بروسيس هنا تمام، هذا الاكسترنال اوديتري ميتاس، هاي التيمبانيك بليتس. هنا عندنا هاي الماستويد بروسيس، هاي المصل شو نسميها؟ ستيرنوكليدو ماستويد مصل اوكي. المصلز ما مطالبين بيها، لكن باقي التاشيرات بالنسبه للزايجوماتيك بروسيس، كلينويد، ارتيكولار تيوبريكلز وهكذا، ذني مطالبين بيها. بالنسبه للتامبرو مانديبولار جوينت كنوع تايب، احنا الجوينات نصنفهم الى عدة أقسام. فالتامبرو مانديبولار جوينت نصنفه as a synovial joint. synovial joint أوكي يعني بي synovial fluid أوكي، هاي fluid موجودة داخل الجوينت. الجوينت يعني عندنا هاي الكوندايل، وعندنا هاي الكلينويد فوسة، وعندنا هاي الارتيكولار تيوبريكلز. ذن البون يعني صح إنه مغطاة بواسطة فايبرو كارتليج، لكن مو بدايركت كونكشن، يعني مو
الكوندايل بدايركت كونتاكت ويا من ويا الكلينويد فوسا. لا, there is a structure separate the mandibular fossa from the head of the condyle. هذا structure شو نسميه؟ نسميه الarticular disc. Articular disc. أيضا باسم ثاني نسميه meniscus. Meniscus اسمه, هذا اسم لاتيني. أوكي. هذا الديسك راح يفصل لي ال TMJ أو temporomandibular joint إلى upper ولور كافيتي. شوف هذا تجويف, هذا نسميناه لور كافيتي, هذا نسميناه upper كافيتي. هنا عندنا مصل, طبعا عضلة. أوكي, هنا هاي العضلة الوحيدة اللي راح أطالبكم بيها تحفظوها, اللي هي نسميها lateral pterygoid muscle. هاي pterygoid muscle. أوكي, lateral pterygoid. هاي الارتيكولار ايمينس او الارتيكولار تيوبريكل. خاف طالب يسال شنو معنى ارتيكولار ايمينس, نفس الاسم مع الارتيكولار تيوبريكلز. هنا أنا هذا الديسك عندنا بي باند. اوكي, هاي الباند بيها انتيرير باند وبوستيرير باند. اوكي, هاي الانتيرير باند وهاي البوستيرير باند. هنا أنا عندنا هذه البوست كلينويد تيوبريكلز, هذا مو التيوبريكل, هذه الكلينويد فوسا. بوست يعني معناها خلف. اوكي, ف تيوبريكلز بروجكشن اوف بون, ف بوست كلينويد تيوبريكل. اوكي, هنا الكوندايل نعرف انه مكونه من هيد ونيك. اوكي, وهذا عندنا فد مصل تكون لي منه, تكون لي البوستيرير وول اوف ذا ديسك او اوف ذا جوينت. اوكي, هذا الجوينت, سوري مو اوف ذا ديسك, اوف ذا جوينت. يعني الجوينت يعني من نقصد الكبسول هنا ده يقصد انه اللي تحيط لنا بالجوينت كله. فالبوستيرير وول مالتها اوكي يكون مكون منين؟ من مصل. طبعا هذا ليش مكون من مصل؟ حتى يمنعني باكورد موفمنت. يعني انا ليش قلت لكم ان احنا عندنا بروتروجن يعني معناها نقدم الفك نحو الامام, وعندنا ريتروجن معناها نقدم الفك نحو الخلف. فالروتروجين مالتنا يكون قليل بينما البروتروجين يكون كثير. ليش؟ تخيل هذه الهيد مال كوندال تقدر تنسحب مسافه, تنسحب توصل لهنا. ايش قد هاي المسافه؟ كلش هواي. تمام, يعني هاي بيها تقريبا بالعشرة مليم, اقل العشرة مليم. طبعا اكو فاريشن, يعني هذا يقدر يقدم ذاك ما يقدر, اكو فاريشن اختلافات بين البشر. اوكي, لكن نشوف هاي المسافه كلش قليله هنا, حتى الفك يرجع للفلف جزء ما بي مثلا اقل 5 مليمتر. هنا ارجع اكد هذه هي الانتيرير باند يعني بالمقدمه, وهاي هي البوستيرير باند. هنا عندنا الكابسول, هذا الجزء كله نسميه كابسول, كبسوله. اوكي, يعني انا من نجي ارد افتح جراحيا ما اجي اشوف هذا الشكل, لا اجي القاه مغطى كله فايبرو كارتليج. اوكي, العفو سوري, يعني مغطى فايبرس, فايبرس كابسول كله مغطى بالياف. فاني اسوي انسجن يعني اسوي افتح فتحه يا الله اوصل الذني. فالكابسول راح تحيط لنا بالجوينت كله, كل الجوينت. طبع الكابسول يعني كلمه كبسوله هي مكونه من عده اجزاء. يعني مثلا الكابسول راح تحيط لنا بالجوينت وترتبط بمن؟ ترتبط بالارتيكولار تيوبريكل والمارجن مال من مال المانديبولار فوسا او الكلينويد فوسا. وهاي من منين؟ سوبيريور, يعني من ابوف, من جهة الأعلى. من الأسفل راح نشوفها أنه ترتبط لنا بين بالنيك أوف ذا كوندايل. أوكي, يعني تجيني من النيك للأرتيكولار تيوبريكلز. أوكي, فإذا قلت لك أنا الليجمنت أوكي هي جزء من الكابسول مال التي ام جي, يعني هذا الكابسولة هاي اللي دار مدار الجوينتس هي كمصطلح عام يخصنا الليجمنت, يخصنا الفايبرو الكارتليج اللي يحيط لنا بالكابسول. أوكي, فالكبسوله منين تمتد؟ تمتد لنا من التيوبريكلز المن او من التيوبريكلز والمارجن اوف ذا مانديبولار فوسا للنيك اوف ذا كوندايل اوف ذا مانديبل. هاي هي التيمبانيك بليتس. طبعا هاي ايضا التيمبانيك بليتس ايضا تحمي لي الاكسترنال اوديتري كانال منين؟ من الباكورد موفمنت. راح تقولوا لي دكتور شلون يصير عندنا باكورد موفمنت؟ انا اقول لكم شلون. احنا كهوايه حكي لكن نحاول انه ننقل لكم الصوره الابسط, لان احنا في فيرست ستيج. فمرات مثلا لو نتخيل انه الانسان ينضرب, تجي فد امباكت ضربه
مثلا او يوقع مباشره على الارض، راح يوقع على اليمن على التشن. تشن معناها الحنج، اوكي؟ فمن يوقع راح الماندبل هذا كله الفك الاسفل راح يتحرك نحو الخلف، فمن يتحرك نحو الخلف راح شنو؟ راح يصير عندي فراكشر بهاي الجهه، اوكي؟ لكن قدر الامكان هذه البليت تحميلي منه الاكسترنال اوديتري ميتاس من انه شنو تتعرض للمن لا ضربه، يعني سبب هاي الضربه انه تيجي يسحب الماندبل كله عليها، فقدر الامكان تحميلي هاي المنطقه. طبعا هذه البليتس هنا اللي اساس سيجمويد نوتش، لكن لها دباوع انه هاي البليتس هي اللاترال ترجويد بليتس. احنا قلنا عندنا ميديان وعندنا لاترال، فهذه اللاترال امامنا واضحه. الليجمنتس احنا شرحنا على الليجمنتس، لكن راح نعطي في الديتيلز انه الليجمنتس هي بصوره عامه تعطيني فت سترينث المن للكبسول، الكبسول اللي تحيط بالجوينت، يعني اني اللاترال اسبكت مال الكبسول هذا هسه اللاترال سيرفيس اوف ذا ماندبل، فالفايبرز مالتها راح تكون داون وورد باك وورد. اذا لاحظ هسه الفايبرز نازله نحو الاسفل نحو الخلف، يعني اسفل خلف، فداون وورد باك وورد من الارتيكال تيوبريكلز اللي هي صايره هذه الزايغوماتيك ارتش، اوكي؟ فهذا الروت اوف ذا زايغوما، تمام؟ المن لللاترال سيرفيس اوف ذا نيك اوف ذا كوندايل اوف ذا ماندبل. فهذا الليجمنتس راح مثل ما شرحت لكم اياها انه يسوي لنا ليميتس، راح يقلل لنا او يحدد لنا الموفمنت نحو الخلف بوستيرير دايركشن، اوكي؟ وبالتالي يحمي لنا شنو؟ الاكسترنال اوديتري ميتاس. طبعا بعدين ان شاء الله راح نعرف انه الاكسترنال اوديتري ميتاس بيفيد امبورتنت ستراكشرز تخص الهيرنج، اوكي؟ وبالتالي احنا يجب انه يعني هذا الاناتومي هذا فد تصميم عظيم للخالق انه يحمينا هاي الاجزاء المهمه. كذلك الاوربيتال كافيتي ايضا، اذا ان شاء الله صار عندنا وقت اعطيتكم الاوربيتال كافيتي راح تشوفون انه شلون هذا الستركتشر بروتكتد فروم امباكت. طبعا التايبس اوف سكند تايب اوف ذا ليجمنتس هو السفينوماندبلر ليجمنتس، هذا قلنا وين يصير؟ يصير على الميديان سايد اوف ذا جوينت. طبعا هذا راح يكون ثين بوند، اوكي؟ وراح يرتبط لنا بالسباين اوف ذا سفينويد بون وبلو بيمنت باللنجولا اوف ذا مانديبولار فورامين، اوكي؟ واحنا عرفنا شنو تعريف اللنجولا. هنا عندنا في الستركتشرز واضحه، هنا انباع انه الانجل، هذا البوستير بوردر اوف ذا ريموس اوف ذا مانديبول، هذا هو الستيلو مانديبولار ليجمنت هسه راح نتطرق له، وهذا السفينو مانديبولار ليجمنتس، اوكي؟ هنا نلاحظ هذا هو السفينويد بون مسوي له سكشننج، هذا هو الميديان سيرفيس اوف ذا مانديبول. هنا عندنا اللاترال بليتس هاي اللي هسه راويتكم اياها السيجمويد نوتش كنا مباوع منها بهذا الدايركشن، هذه اللاترال ترجويد بليتس، اما هذه هي الميديان ترجويد بليت. الثير تايب اوف ذا ستيلو مانديبولار ليجمنت، احنا اخذنا التامبرو مانديبولار ليجمنت والسفينو مانديبولار ليجمنت، هسه نجي ناخذ الثير تايب اللي هو ستيلو مانديبولار ليجمنت، هذا راح يكون بيهايند يعني من الخلف راح يرتبط لنا، تمام؟ وراح يكون ايضا ميديان تو ذا جوينت. طبعا هنا يعني اني من دا اقول لكم ميديان، احنا دائما دا نتحرك نحو الميد لاين، من نتحرك نحو الميد لاين يعني قريب من منتصف الجسم راح نسميه ميديان، بينما من نبتعد من الميد لاين راح يكون شنو؟ راح نكون لاترال. فاني هنا دا استيلو مانديبولار ليجمنتس يعني هو قريب من الميد لاين، تمام؟ فقلت ميديان تو ذا جوينت يعني هذا الجوينت هنا، هذا السفينو مانديبولار ليجمنتس استيلو مانديبولار ليجمنتس هنا، اوكي؟ فهو يكون ميديان تو ات يعني بصب ديستنس مسافه. طبعا هو يكون عندنا احنا فيشيا تغطي لنا الجسم، سوري تغطي لنا الهيد والنيك، هاي الفيشيا يعني نسميها سيرفايكال فيشيا. عندنا نوعيتين من الفيشيا، عندنا ديب عميقه تغطي لنا الانترنال الديب بارتس الاجزاء الداخليه، اوكي العميقه، وعندنا سوبرفيشال فيشيا هاي تغطي لنا الاجزاء الخارجيه. فهو الستيلو مانديبولار ليجمنتس يمثل لي الثيكنينج يعني تثخن منين؟ يجيني من الديب فيشيا. يعني اذا قلت لك اني الستيلو مانديبولار ليجمنت يجيني من السوبرفيشال فيشيا، جواب غلط، هو يجي من الديب فيشيا، اوكي؟ منين يجيني؟ يجيني من يمتد من الابكس اوف ذا ستيلويد بروسس المن للانجل اوف ذا ماندبل، هاي الانجل اوف ذا ماندبل، اوكي؟
يعني هو شوف بقى هون احنا حتى نكون بي سبيسيفيك الستيريو مانديبولار ليجمنت هنا الفايبرز اللي موجوده اللي يصير بها انسيرشن قسم من عندها تنزل وين تروح؟ تروح للانجل وقسم من عندها وين يصير بها انسيرشن بالبوستيريور بوردر يعني هي برود المنطقه تكون عريضه فقسم من الفايبرز تنزل لي وين بالبوستيريور بوردر اوف ذا ريموس وقسم من عندها وين تصير يصير بها انسيرشن وين بالانجل اوكي زين الارتيكولار ديسك مثل ما اتطرقنا بالسلايدات السابقه انه بي ابر ولور كافيتيز هذا يعني يفصل لي يعني الارتيكولار ديسك راح يسوي لي تو كافيتيز ابر ولور بالنسبه للديسك يعني كتعريف هو عباره عن اوفال بليت نعطيها كشكل اوفال تكون فايبرو كارتليج ذات از اتاتش سيركمفرنشلي تو ذا كابسول الكبسول شيء خارجي الديسك هو شيء داخلي حتى تفهموا يعني الديسك هو صاير بين التوم بين الكلينويد فوسا وبين الهيد اوف ذا كوندايل من الداخل هذا الديسك يفصل لي اياه اما الكبسول فهو الجزء اللي يحيط به كله يعني انا اي سلايد دا اوضح لكم اياه هو ما بي كبسول شايل هاني هسه هنا الكبسول شايليها يعني تخيلت فد ستراكشر هنا يغطي لي هاي المنطقه كلها هنا انا وضحت لكم انه قلت لكم العضله الوحيده اللي انتم تحفظوها هي اللاترال تيرغويد مسل فهذه اللاترال تيرغويد مسل راح ترتبط بمقدمه هذا الديسك هذا الديسك ماكو الارتيكولار ديسك هنا من بالمقدمه ترتبط به اللي هي العضله اللي ترتبط به هي اللاترال تيرغويد مسل ايضا يعني فايبرس باندز ايضا راح ترتبط بمن ترتبط بالهيد اوف ذا ماندبل يعني ايضا يعني ترتبط لي بمن باللاترال تيرغويد مسل ترتبط لي بفايبرس باند بمن بالهيد اوف ذا ماندبل الوظيفه هاي الباندز اللي تربط لي الكلينويد فوسه اوكي ويا الهيد اوف ذا ماندبلز اوكي هذه وظيفتها شنو وظيفتها انه قلنا نسوي لنا ليميتس للفورورد والباكورد موفمنت فالفورورد معناها شنو؟ بروتراكشن او بروتروجن يعني كمصطلح بروتراكشن او بروتروجن معناها نقدم الفك نحو الامام ريتروجن او ريتراكشن معناها نرجع الفك نحو الاسفل من اللي يحدد لي هذا الشيء؟ اللي يحدد لي الارتيكولار ديسك هنا من دا اقول كلمه باندز اذا نرجع للسلايد راح نشوف انه الارتيكولار ديسك articular disc منين مكون من bonds هذين البونز اوكي فهذه هي اللي راح شنو راح تساهم انه تحدد لي الموفمنت الحركه مال الفك الاسفل سواء كان للامام او للخلف السيرفيس مال الديسك السيرفيس مال الديسك ايش راح يكون راح يكون كونكيف مقعر وكونفكس كونكيف هسه هذا ده تلاحظوا من جهة الكلينويد وكونفكس من جهة منه الارتيكولار تيوبريكلز طبعا هذا يعني هذا الشكل حتى يصير عندنا فيت ويا من ويا الهيد مال كوندايل اوكي زين اللور سيرفيس طبعا يعني انا دا اقصد الابر هسه حاليا يعني من دا اقول لك انه هو كونكيف وكونفكس هذا الابر اللور سيرفيس هذا جوه سطح الاسفل راح يكون كونكيف طبعا ليش كونكيف لان الهيد اوف ذا كوندايل كونفكس هذا الكوندايل كونفكس فالهيد مالته شنو حتى يصير بي فيت ويا من فيت معناها يقعد اوكي حتى يصير بي فيت ويا من ويا المانديبولار فوسا لازم شنو المانديبولار فوسا شو تكون كونكيف والهيد اوف ذا كوندايل كونفكس بسيطه جدا كونكيف كونفكس لهنا احنا اعطيناكم التمبرو مانديبولار جوينتس طبعا كتاشيرات المطالبين بها فقط اللاترال تيرغويد مصل كمصل فقط اللاترال تيرغويد هنا نفس الحكي هيد ديسك مانديبولار فوسا بوست كلينويد تيوبريكلز اكسترنال اوديتري كانالز تيمبانيك بليتس ستيلويد بروسس هاي الكوندايل مسوينا سكشننج احنا
هذا هو الماندبل، هذه هي الكورنويد بروسس. اوكي هاي الانكاس، وذن الامور هذني هاي طبعا تابعه للميدل للاير، يعني تابعه للاذن. اوكي الوسطى هاي ما مطالبين بها ان شاء الله، تاخذوها بالثاني بالديتيلز. اوكي لهنا ان شاء الله محاضرتنا تنتهي.